السلام عليكم اعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم كيف العاده في فيديو جديد في حلقه جديده في قناه ديال الشاف محي الدين. المهم كيف دائما مول فيك ديال لي بالي زوينين وداك الشيء، وطبيعه الحال يكونوا مديما ديجا صحيين وفي متناول الجميع. اليوم قررت نخرج من داك الروتين كله ونخرجكم داك الروتين ديال الدار، انا طير طواجا المره هذا الشيء، وعند حاجه خفيفه ظريفه زوينه اللي هي غادي نستعملوا اليوم الطورتيه. الطورتيه نخرجكم منها جوج الحوايج، الساندويتش ديالها نصوبو الرغيف ديال الطاطوس اللي ديجا كان عندنا اللي تشوف الفيديو القدامين ديال الطاطوس، هذا الرغيف الدار. يعني غادي نصوب الطورتيه وسط الطاطوس، وغادي ندير لكم واحد السلاطه الطورتيه باش تكون مدريسه واحد الدريساج اللي هو زوين ديال الموطيل، هذا الشيء اللي زوين بزاف. المهم ندوزو نخليكم ان شاء الله مع المقادير. بسم الله تقريبا المقادير، طبعا غادي نحتاجو طلقه مسلوقه مقطعه طريفات صغارين كوي غالونغليز، يعني مسلوقه في الماء مغلي بالملحه. البصله عاد البصله البيضاء اللي غنشدوها غادي نطيبوها غادي نعسلوها، وهذه اللي غادي نوريكم غادي نديروا بها واحد لاصوص اللي هي تاهي زوينه اللي غادي نسقيو بها من فوق الطورتيه ديالنا بالبصله، وغاديش كتجي الربيع والثومه، ما نحتاجش حتى الربيع. الثومه والبيض والخس مطيشه، وهذو ديال الطورتيه الطاطوس راه محمص وشحال شنو يكون تما لاصاله ديالنا. غنستعملوا في العطريه الملحه البزار والزعتر، وبطبيعه الحال الزيت العود غادي نستعملوه. غادي نحتاجو الميكسور باش غادي نصوبو المايونيز، ولكن ماشي اي مايونيز، عاوتاني يعني غنصوبو مايونيز نكهة، غتكون بالربيع والثومه والزعتر، يعني سكنا واحد الحاجه خدمناها نزيدو نعطيوها البنه. المهم بعد هاد البطاطا اللي صلحناها دابا نقطع ديال البصله نقطعوها ايمازي ايمازي تكون شرايح قاطي. هانتوما كيما شفتو معايا هنايا، هاي هاديك سنعس الهمزه ديال الطاقه البصله. دابا غنشطو الربيع ديالنا، كيما غادي نستعملو كل طرف الكاب ولا بلاطوس، حاولو نعيو واحد الحلتو بلا ليك، الربيع خاصو تقطيع بلا ما ترجع معاه. بون غناخدو النص ديالو غنديرو بيه لاصوص، ونص لاخر غادي نزيدوه في الطوطية، نجيبو التومة ديالنا. غادي نضيفو هنا شي حاجة زيت بيضة، نتركهم باش تكون طريف شوية، وهاد لاصوص ديال الطاطا تتصرف لكم مدة طويلة يعني باش تخرج الماء. هادي راه ديجا اللي كانت تبان لي بوست ديال الشواي ديال الشي هي صوص فيها، وغادي نضيفو هنا غادي نديرو شحال الزعتر، وغادي نضيفو دونك كيما كتشوفو معانا هنايا ها هو الخليط ديالنا، ها هو وجد لاصوص ديالنا الثومة والربيع والزعتر والزيت. المهم غادي ندوز دابا ان شاء الله باش نصوب لا مايونيز ديالي، الخل ندير شوية الخليط ديالنا، الملحة الملحة والبزار، واحد غادي نديرو الزيت صافي ان شاء الله خدامة كتميكسي المايونيز غيطلع علينا. غادي نزيدو شوية شوية الثومة والناس اللي غادي نديرها هنا. كما كتشوفوا معنا هاي في كادرة، وهادي عقلوا معاها مزيان عقلوا عليها مزيان، غادي نستعملها حتى الشاورما ان شاء الله. المهم الوصفة ديالنا هي صوص مايونيز، دابا غنمشيو نشوفوا المصلة ديالنا في المصلة، وغادي ندوزو التقطيع ديال المسألة اللي بقى لنا في الخاص ولا شي. الموجة كما كتشوفوا هي تعسلت كراميليزات، غادي نضيفو غادي نضيفو على البطاطا ديالنا،
نضيفوا عليها شي حاجه ديال نزيدو هاد الربيع ديال هنايا ولا الزعتر الملحه صافي بحال الملحه البزار يعني كوم لي زان قياسكم ماشي بقاش بحال مثلا بقاش نقدر نعطيكم بالضبط التفاصيل حيتاش شنو نقول لكم هادشي غير واحد كيوصل المذاق ديالو بالماء اللي هو حركوا المكونات مزيان ولا شي حاجه كصراحه كيشهي غير شحال زيت الزيتون صافي نضيفو البيض ديالنا بسم الله ندوزو ان شاء الله نديرو هي طيب بما يطيبنا الطوطيه ديالنا ونكون وجدنا مسائل الشهر قطعنا وكلشي ديك الصوص الصغيره اللي كنحتاجو مع الصلاه ديالنا منها مذاق منها ديكوراسيون هنا الوصله ديما نخليو لها القلب ديالها حيت غادي نحتاجوها شي دقيقه في الطريق غتقطع لي كتسمى بغينوز كما كتشوف معايا هنايا شي قطعة من الفاصوليا غادي نضيفوها هنايا هادو راه القلب ديالها هادو راه القشرة ديالها كما كتشوفو الجمال طريقة صغار وهادي هنا بلاحظو مخصهاش تعجل ليكم نخلطوهم مانساوش ضروري شوية د الملحة شوية د البزار باش نعطيوها المذاق ديالها زيت الزيتون زعما لكم فرشو بعضها كما كتشوفو هانتوما هنا عطيني كذلك القلب ديال القص تاهو غنحتاجو ديكوراسيون وما كيتبغي ديالنا دابا المسائل ديالنا موجودة ديال الشلاطة، لاصوص عندنا، السلطة عندنا، البصلة كلشي مسائل عندنا، طرطية مسائل كلشي، اللي باقي دابا الصوص خصنا نتسناو موجودين، أعزائي المشاهدين الكرام كما كتشوفوا ها الطرطية ديالنا وباقا راه طبعا كتشفنا بها كلشي، المهم غندوزو أول حاجة نصوبو الطرطية وسط الرغيف، أول حاجة غنحتاجوها هي مايونيز، شاجو، حاجة بالخص، شاجو بس يا البصلة عشان ما نحتاجو شوية بزاف ولا تنهى لي شي حاجة ماشي مشكل زوج دقايق هانتوما كيما كتشوفو بصة عندي كاين هناك واحد الفرماج موجودة هاك تفضل تكون هنا نتمنى شوية تجينا شوية ناشفة
هذا الاخوان اوكي بالنسبه لي مانطلو بحال ما كما دوك لاباش كطاكو سيتو ليها غادي نضيفو التحمر في المقله ديالنا. المهم اعزائي المشاهدين الكرام كنتمنى ان الاطباق اليوم نالت الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا هاد الطوطيه خرج منها بزاف ديال الحوايج بعد عدد الاستعمالات وكتبقى غير مكلفه وسريعه التحضير واي حاجه من المقادير ديالها الموجوده في الدار. المهم كنشكركم بزاف وكنشكر الناس اللي كيطاكيوني بالتصاور وكيدعموني بزاف وكنتمنى للناس اللي تابونا وتشاركوا وتبارطاجيو وزاد راه الحماس وكاين ديما ان شاء الله نتلاقى ان شاء الله في فيديو زي يكون